ما هي دي ازمه، ما هي دي ازمه قناتكم هل وقناه يعقل؟ الجزيره هل اللي يعقل؟ بتبص. ما حضرتك، حضرتك دي ازمه قناتكم وقناه الجزيره اللي ما بتبصش غير لمصالح الامريكان عشان خاطر دوله قطر، تمام؟ اللي ما راحتش صورت الجثث اللي طلعت تحت منصه رابعه، اللي ما راحتش صورت المشانق والاسلحه والذخيره الحيه والاوالي اللي مرفوعه في داخل ميدان النهضه وميدان الرابعه، اللي ما راحتش صورت الكنائس اللي بتتحرق، اللي ما راحتش صورت الجوامع اللي بتتحرق، اللي ما راحتش صورت الجماعه الارهابيه اللي عايزه تحرق طيب الوطن استاذ حسن، وصورت استاذ حسن، نحن مصلحتها صورنا ما الغربيه. وجدنا وصورنا الحقيقه التي وجدناها بعيوننا. لا، انتم لا طيب استاذ تصورون حسن، ما هي الحقيقه، انتم لا فعالياتكم تصورون حتى لا نخرج عن الحقيقه. سياق الموضوع؟ ما هي فعالياتكم اليوم؟ دعوتم اليوم الى جمعه للجان الشعبيه، ما هي فعالياتكم؟ احنا بنقول ان الشعب المصري واقف ورا القوات المسلحه المصريه وبيدعم الحرب ضد الارهاب وكل من يعتدي على مقدسات الوطن وكل من يريد لهذا الوطن الخراب او الدمار، ليس له مكان في داخلنا وليس له مكان وسطينا. احنا بنقول ان احنا هنعيش على ارض البلد دي مسلمين ومسيحيين ايد واحده وحاجه واحده، الكنيسه زيها زي الجامع، كلها بيوت ربنا. احنا بنقول ان مفيش اي داعي لاي حد ان هو يحمل السلاح في وشنا. احنا بنقول ارموا سلاحكم، انتوا ما بتدافعوش عن الـ عن 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 الاسلام بسلاحكم، انتوا بتخبلوا الفتن اللي ضد الاسلام بسلاحكم، انتوا ماشيين ورا قيادات فاسده اجرمت في حقكم واجرمت في حق الشعب المصري. احنا طالبين مشروع عداله انتقاليه حقيقي يحاسب كل من اجرم في حق الشعب المصري واخطا في حق الشعب المصري من بدايه ثوره 25 يناير لحد موجتها في 30 يونيو. انتوا بيضحى بيكم يا شباب الاخوان المسلمين، ارجعوا. وانتوا كقناه الجزيره بتسعوا بس الفتن داخل مصر، لو قطر تقبل ان احنا نعمل قناه النيل للاخبار الدوحه ونناقش قضاياها السياسيه وفسادها السياسي كقطر، كنا هنعمل قناه كده. لكن الجزيره انتوا لا تنقل تسمحوا الراي زي والراي الاخر، امريكا وما يؤكد على لا كلامنا ان تنقلون حضرتك غير معنا لا راي الجماعات وتتحدث بكل الارهابيه، حريه. لستم تنقلون غير راي الجماعات الارهابيه، وهذا واضح وهذا مدعوم من قبل الامريكان. ومصر بتقول ان اي حد هيتدخل في اراده مصر بتحترم جميع شعوب يا استاذ العالم. حسن، انا يعني كررت عليك سؤالي اكثر من مره، ما هي فعالياتكم لجمعه اليوم؟ رجاء نركز على هذا الموضوع. فقدنا الاتصال يبدو باستاذ حسن شاهين المتحدث باسم حركه تمرد.